الشرطة يا من عامر بدران. عامر بدران مش شايفنا، شيله من حساباتك. معناتها ما في غير المكافحة. هو الزلمة هيئته صادق ومظبوط بده يشتغل. طيب كيف بدنا نعرف حجة؟ كنت جيت لعندي قبل بسنة وقت اللي كنت ضابط كنت هلا بموضع شك بالنسبة لي. ثقبي انه انا هلا عم بحكي معك مش قبل بسنة. انا ما بحط ايدي بايدين مجرمين. مين قال لك اني مجرمة؟ انت يا مجرمة يا عم تستري على مجرم، والحالتين بالنسبة لي انت شخص غير مرغوب اني اشتغل معه. وابنك؟ انا بعرف كيف لاقيه. أسرع حالك الطريق جاد. إذا بدك نصيحتي هلأ أبداً مش الوقت الصح إنك تجرب تصلح فيه العالم. أنت بحاجتي نفس الشيء مثل ما أنا بحاجتك، فخلينا نشتغل مع بعض. يعني بدي أعتذر منك، طلبك مش عندي. أنا بقدر رد لك ابنك مثل ما سمعت. بقدر خلي معالي الوزير يتدخل بهذا الموضوع شخصيا، خليه يقوم الدنيا ويقعد لحتى يرد لك ابنك الليلة قبل بكره.